تداول عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة اللي احنا شايفينها ديت، وهي صورة جديدة لميادة الحناوي بدت فيها بملامح أصغر سنا وكأنها أجرت عددا من عمليات التجميل. وظهرت ميادة الحناوي في الصورة بمكياج واضح وبشرة مشدودة وبشعر قصير، ولكن حافظت على نفس اللون الذي اشتهرت به اللي هو اللون الأصفر، وكأنها عادت 20 سنة للخلف مع المزيد من الإشراقة والنضارة. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. كشفت النجمة الكبيرة ميادة الحناوي عن حقيقة إصابتها بالزهايمر وتعرضها لأزمة صحية مؤخرا، قائلة في تصريحات خاصة لليوم السابع: الحمد لله أنا بخير وصحة وسلامة، وما نشر مؤخرا عن إصابتي بالزهايمر ليس له أي أساس من الصحة. الحمد لله هي كويسة وبخير وهنشوف بقى الفيديو بتاع سقوطها على المسرح وأسرار عنها أعتقد ما تعرفوش. ميادة الحناوي مولودة 8 أكتوبر 1959، مغنية سورية ولدت في مدينة حلب، ولقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب، حيث غنت في صغرها وعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع لصوتها في إحدى سهراته في مصيف بلودان بسوريا، والذي كان يحرص على زيارته والاستجمام فيه كل صيف. ويعرف مصيف بلودان بأنه مصيف المشاهير، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لأحد وزراء سوريا، والذي كان زوجا للفنانة ميادة الحناوي عام 1977. وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل، وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضته ميادة آنذاك معربة عن رفضها لفكرة احتراف الفن. من ناحية أخرى للفنانة ميادة الحناوي شقيقة اسمها فاتن حناوي، وهي أيضا مطربة وتوفيت مؤخرا الله يرحمها. فاتن الحناوي شقيقة ميادة الحناوي. واشتهرت بأنها مطربة سوريا المقبلة نحو الشهرة، حيث تتمتع بصوت من أجمل الأصوات. وبعد وفاة زوج السيدة ميادة الحناوي حضرت إلى مصر بمرافقة أخوها السيد عثمان الحناوي، وقامت بشقة في القاهرة، وجهز لها الموسيقار محمد عبد الوهاب خصيصا ألحان خاصة لها. وبقيت ميادة على مدى حوالي عامين، وخلال هذه الفترة كانت ميادة تتجهز للانطلاق لعالم الشهرة. واكتسبت ميادة الحناوي شهرة بعد أن صدرت أغانيها عن طريق الكاسيت. سأعطيكم أولا نبذة عما حدث، ثم نرى فيديو للحظة سقوط الفنانة ميادة الحناوي على المسرح خميس 8 أغسطس 2019، حيث سقطت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي على المسرح الصيفي في سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوب تونس، خلال أدائها أغنيتها الشهيرة أنا بعشقك. واعتذرت الحناوي من الجمهور مؤكدة أنها لا تعرف ما الذي حصل لها، وأنها المرة الأولى التي تتعرض لهذا الموقف. وأضافت أن حادث السقوط قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة. ويظهر الفيديو لحظة وقع الحناوي ومصارعة قائد الفرقة المايسترو محمد لسود إلى نجدتها ومساعدتها على الوقوف. وتفاعل جمهور مهرجان صفاقس الدولي مع الحناوي بطريقة لافتة من خلال التصفيق والهتاف باسمها. وأكملت الحفل جالسة على كرسي، وذلك بعد أن حاولت الغناء وقوفا لكنها لم تستطع، فاستأذنت من الجمهور الغناء جالسة، ووجدت المؤازرة والتفاعل الإيجابي من قبلهم، إذ رددوا مع أغانيها مشيدين بمواصلتها الغناء رغم ما حصل لها. وإليكم الآن الفيديو.
تسمحوا لي أغني وأنا جالسة؟ معلش معلش شكرا. ومن ناحية أخرى، نفت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي الأخبار التي تحدثت عن مرضها إثر ظهورها بصور أثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إيه الصورة بتاعتها؟ أثارت قلق محبيها، فهي خرجت وقالت، أكدت ميادة الحناوي أنها بصحة جيدة معبرة عن استيائها من الشائعات حول مرضها، وشددت على حق الفنان بأن يظهر عبر الإعلام من دون أي مظاهر تجميلية. من ناحية أخرى، حلت النجمة ميادة الحناوي مساء الثلاثاء 25/10/2016 ضيفها الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه العاشرة مساء. وظهر على ميادة الحناوي الكثير من التغيرات، حيث بدت أنحف بكثير عن آخر ظهور لها، ويعد هذا الظهور هو الأحدث لميادة الحناوي بعد فترة طويلة من الغياب، ولكن الأحدث بالطبع اللي هو أمس في تونس. ده ظهورها مع وائل الإبراشي على اليمين، بدأت نحيفة، عم عهدناها عليه. من حوالي 8 سنوات استطاعت ميادة الحناوي استعادة رشاقتها بعد فترة طويلة من معاناتها من الوزن الزائد، واستطاعت يومها خسارة 31 كيلو جرام. وفي 2012 انتشرت صورة الفنانة السورية حيث ظهر قوامها الرشيق، وفور انتشار صورتها على الفيسبوك انهالت التعليقات التي تشيد برشاقتها، وصفها البعض بأنها أصبحت نحيفة للغاية، وانهالت أيضا التساؤلات التي تستفسر عن كيفية حصولها على هذا الوزن المثالي خصوصا من السيدات والفتيات. دي صور ليها في مراحل متفرقة من حياتها، هنا بقت رشيقة. وخلال الحوار مع الإعلامي وائل الإبراشي، كشفت النجمة السورية ميادة الحناوي أنها تحب بشار الأسد وتدعمه. هو الرئيس السوري طبعا، وأنها مع مؤسسات سوريا والجيش السوري، واصفة ما يفعله بالانتصارات العظيمة، كما نعتته بالقائد العظيم. وأضافت أنها تعني كل كلمة تقولها، وأنها لا يهمها أن تخسر جمهورها بسبب رأيها هذا، فهي اختارت الوطن قائلة: هذا رأيي حتى لو خسرت جمهوري، ومن لا يعجبه ذلك يضرب راسه في الحيط. واعترفت المطربة السورية أنه كان هناك مشروع زواج وارتباط بينها وبين الملحن محمد سلطان زوج الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مشيرة إلى أنه رغم عدم زواجها منه إلا أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعهما. وعن أسعد أيام حياتها قالت الحناوي أن ذلك كان حينما عادت إلى مصر بعد منعها 13 سنة ومشاركتها في حفلات أكتوبر، معربة عن سعادتها بالحياة في مصر وعشقها للأكلات المصرية كالكشري والملوخية والبصل. وأكدت أنها تنوي عدم الابتعاد عن مصر، معبرة عن حبها الشديد لها وارتباطها بالكثير من الفنانين المصريين. هي ميادة الحناوي. لو أعجبكم الفيديو، لا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكراً.